بسم الله الرحمن الرحيم. آخر ما أضيف لليكسر إذا لم يكن معتلا كران وقلا أو يكن كابنين وزيد مثلي جميعها لي بعد الفتح واحتني وتضرم لي فيه والواو إن ما قبل واو ضم فاكسر هلهم وألفا سلم وفي المقصور عن هليل انقلابها يا حسن صار المضاف إلى المتكلم ثنايا تقصى الصحيح مثل أولاني جاء أولاني يكسر ما قبل غير المتكلم وما جمع بأله متى هؤلاء بناتي والنطع لكم وهذا أيضا يكسر فيه ما قبل غير المتكلم. والرابع الثالث الشبيه بالمعتل وهو ماخر واو أو يا قبل السكون تقول هذا دلوي وهذا وبي بكسر ما قبل غير المتكلم. والتكسير ما التكسير نحو هؤلاء أصحابي. الأربعة الأخرى هي ما كان منقوصا كالقاضي يقضي غير المتكلم أو مقصورا أو مذنا أو مجموعا جمعا مذكرا سالما. الأربعة قال رحمه الله آخر ما وضوه يكسر الأربعة الأولى إذا لم يكن معتلا كران وقلا أو يكو كبرا وزيدنا هذه ما حكمها؟ قال هذه يا المتكلم معها افتحها الذي جميع هذه بعد لا المتكلم بعدها فتح واحتمية التبعة وتدغم الياء فيه. أين الياء يا ابن مالك؟ الياء في المذنب المنصوب أو المجرور وجمع ذكر السائل المنصوب أو المجرور والمنقوص مطلقا. تقول هلا قاضية ورأيت قاضية ومرأت بقاضية المنقوص مطلقا تفتح فيه المتكلم وترى فيه الياء. المثنى تقول رأيت غلامي مثنى منصوب تضرب فيه ياء الإعراب بياء المتكلم ومرأت بغلامي وجعلك سالم كذلك تقول مررت بمساعدية ورأيت مساعدية أدغمت ياء الإعراب الدالة على النصر والجر بياء المتكلم وتحت ياء المتكلم. أنا أقول وتضرب الياء فيه أين الياء في خمسة مواضع المنقوص مطلقا وجمع المذكر السالم مجرورا ومنصوبا والمثنى مجرورا ومنصوبا نقول يضعون الياء فيه. والواو أين الواو؟ الواو لا موضع واحد في جمع المذكر السالم مرفوع وإما قبل واو ضم فاكسره تقول هؤلاء مساعدية يصل مساعدوية اجتمعت الواو والياء في كلمة وسبقت إحداهما بالسكون أبدلت الواو ياء وأضغمت بالياء سوف يأتيك يسكن السابق من واو ولا اتصل ومن عروض عالية بياءً ووقلبن مظلمة وشد مطر غير ما قد رسنا فتقول هؤلاء مساعدي قلبت الواو ياء وضغطها بياء لكن بقيت عندك ياء قبل ضمة وهو قوله وإما قبل واو ضمة فاكسره فتقول هؤلاء مساعدي لتتنكى الياء لأن ضمة قبل بعدها ياء غير مناسب قال ضمة كسرها معنى قوله وإما قبل واو ضمة فاكسره مفهومه أنه إذا كان ما قبل الواو مفتوحا لا تكسره تقول رأيت مصطفية ومرأت المصطفية تقول هؤلاء مصطفية هؤلاء أصلها مصطفوية لأنه جمعك السالم مرفوع أنت في الواو أبدت الواو يعني وضلت الياء في الياء وما كان قبل الواو وما هو قبل الواو كان مفتوحا بقي مفتوحا ومفهوم من قوله وإما قبل الواو ثم تكسره لا كان مفتوحا لا تكسره الأصل بقاء ما كان لما كان وهو تحدث عن ما كان مضموما ما هذا ما كان مفتوحا يبقى مفتوحا. أنا أقول وإما قبل واو ضم فاكسره وألفا سلم أين الألف لا موضعان اثنان في المثنى المرفوع وفي المقصور مطلقا فتقول هذان غلامي سلمت إليه وقيت على من يعليه وتقول هذه عصاي ومرت بعصاي ورأيت عصاي المقصور منصوبا أو مرفوعا أو مجرورا تسلم في ذلك إلا عند هذين وهو قوله وفي المقصود عن هذين انقلابها يا حسن تقول هذه عصية قال شاعرهم سبقوا هوية وأعنقوا لهواهم فتخرموا ولكل جنب مصرع وهو أبو الهذلي أمن المنون وربه تتوجع والدار ليس بمعتد من يزار الأخير كان قوله وألفا سلم وفي المقصود عن هذين انقلابها يا حسن أبدع ابن مالك واختصر كذا في الباب.
هذه المساعدة المساعدية يا شيخ كيف نعرف أنه بالقواعد يعني خبر مرفوع علامة رفع الواو التي انقلبت ياء انقلبت ياء وضمت في الياء التقدير هؤلاء مساعدون لي حذفت النوع للإضافة واللام ولا صارت مساعدون اجتمعت الواو والياء في كلمة وسبقت إحداهما بالسكون وقلبت الواو والياء وضمت الياء صارت مساعدية بضم ما قبل الياء ثم قلبت الضمة كسرة لتتمكن الياء صارت مساعدية تقلب يا المسلمون من عام 2020 إلى عام 1897 بقي في المسلمون خاصة في جنوبها 8 قرون وسقطت سقطت في أصول متفاوتة سقطت طريقية القريطة 478 وجاء المسلمون وهزموا النصارى في الزلاق 479 وبقي النصارى خائفين المسلمون 200 عام وهزموا المسلمون في موقع سمى العقاب 609 وبقي صار سقوط الأندلس في النصارى مسألة وقت سقطت قرطبة 634 سقطت إشبيلية 648 وبقي المسلمون في الجنوب حتى أطبق عليهم النصارى عام 897 توحدت إمارتا أرجون وقشتالة بقيادة إيزابيلا وجرناندو وطبق على المسلمين الأسر وأخذ منهم الأندلس ومن أراد أن يبكي على الأندلس فهي قاسية البقاء رندي لكل شيء إلا ما تم نقصانه فلا يغر بخير العيش إنسان رائع 37 بفلا والشعر العربي جميل جدا الحاصل ها هو أندلس ونسبه طائل طيب بفعله المصدر يقول العمل صح هو كده في الألفية بفعله المصدر يقول العمل مضافا أو مجردا أو مع الإن كان فعل مع